وعلى ذكر ان احنا نقدر ولكن في اطار وعلى صعيد ملف منفصل، الحقيقه مصر بتشهد الكثير من الاحداث والكثير من الفعاليات العالميه اللي كل واحده فيهم على حده اكدت زي ما غيرهم قبل كده اكدوا الثقه الكبيره جدا اللي نالتها مصر في مختلف الاتحادات الرياضيه العالميه، ثقه منهم في قدره مصر على تنظيم وعلى استضافه كبرى المناسبات القاريه وحتى العالميه. امبارح اختتمت منافسات مسابقات السباحه بالمياه المفتوحه ببطوله كاس العالم لسباحه الزعانف، واللي اقيمت فعالياتها في مدينه شرم الشيخ بمشاركه 28 نادي من 18 دوله مختلفه. شهدت المنافسات في اليوم الاخير منافسه قويه جدا من جانب اللاعبين المصريين، وحصدت اللاعبه ندى مجدي ابو مسلم لاعبه فريق الغابه المركز الاول والميداليه الذهبيه في سباق 3 كيلو متر مونو ناشئات. وفي نفس السباق حصلت اللاعبه ساره عبد الفتاح لاعبه نادي القناه المركز الثالث والميداليه البرونزيه. وفي سباق 3 كيلو زعانف مزدوجه ناشئين حصل اللاعب احمد هشام صفوت لعيب في فريق طلائع الجيش على المركز الاول والميداليه الذهبيه، وكمان في نفس السباق حصل اللاعب احمد طاهر السيد لاعب فريق اولمبيا على المركز الثالث والميداليه البرونزيه. طيب في سباق 3 كيلو مونو عمومي رجال حصل اللاعب زياد محمد سامح لاعب فريق اتحاد الشرطه الرياضي على المركز الثاني والميداليه الفضيه، بينما حصل اللاعب محمود وليد علي لاعب فريق الغابه على المركز الثالث والميداليه البرونزيه. حاجه عظيمه وحاجه تشرف. اه والله.